يقول أصحابي يشربون الخمر والمخدرات، هل يجوز أن أجلس معهم لنصحهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ونصحهم يمكن في غير هذه الحالة، تنصحهم في مكان آخر، ما تجلس معهم وهم يشربون الخمر تقول علشان أنصحهم، لا، إذا راح الخمر وانتهى تنصحهم وتجلس معهم إذا كان ما عندهم خمر ولا شيء. نعم.